إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا بالنسبة للتشغيل في أمور الأجهزة الطبية أو الشكل الطبي ديال الاستثمار في الأخ محمد السادس في أمور الطب أو الأجهزة الطبية، هي خصنا تبقاو تدخلوا لنا مثلا تأمين أو دعم، يكون مدعم من طرف النساء أو البنات اللي هما كيتخرجوا كذا، يعني يبقى يتوجه الاتجاه ديال الطب باش المستشفيات الطبية يتحسنوا ويصير لديهم إحساس تجاه المرضى. ثاني شيء اتجاه القضائي، اتجاه القضائي خصو يكون مشاورة نساء وليس قاضيات في أمور العدل، لأن الرجل كيبقى أمام الله أو أمام المرأة ذكر الله سبحانه وتعالى، ما كتحطش في العدل ديالو المقياس ديال الشيطان الغور أو درشو. ثاني شيء النقطة الثالثة هي في التكلم على جميع المصالح العامة ديال الاستثمار داخل هذا الوطن هذا، حتى يكون محصل له جميع الحقوق البشرية للمواطنين الفقراء واليتامى اللي ما عندهمش في الأرض من زيادة إلا لما مات، أو من السلطة العليا القيادة الأعلى لجميع الدول اسم القيادة المسلحة العسكرية تخصص قانون جهاز كفح مكافحة الفساد. القصير كانت بنت كتمارس الفساد عقوبة سجنية، كانت دري كذلك، ويكون مكاينش تراحم تجاه القانون والقوانين إلا في نصوص العدل، ولكن تكون الماديات، حنا ممكن حيدوش الماديات من العدل، لأن إلا الإنسان شاف في الحياة مزيان غادي ينص فيها دار ديال طبلتو في جميع الديور، والدار ديال الطبلة دساس، وغادي يشوفوا الدار ديال الطبلة اللي كيمشيو على رجليهم هي الدنيا، والدار ديال الطبلة هي الإنسانية المحبة الله ديالهم جميعا في الطاعة والعبودية والسجدة والزكاة وزيد وزيد. ثاني شيء بيوت الله، كما بغى يكون بيت الله ما كيجوش لأي فقي أو منظف أو مقابل يسرق بيت الله أو سارق اللي كيسرق النعال أو السباط أو البلغاء أو السبرديلة أو شي حاجة، ما كيجوزلوش قانونيا يسرق بيت الله حتى لو كانوا كيتجاوزوا القانون والإنسان ما كيكونش واصل لواحد المعرفة الكافية الدينية، حيت خصكم تتكونوا عندكم تخصص في البحث المعرفي الديني الكافي باش تجاوزوا ذوك القوانين هادوك في عدم خوف الله. كتبقى عقوبة على جميع أي جهة كانت حصلت، حتى لو حصل الإمام ديال المسجد، حتى لو حصل فقيد المسجد كيفعل شيء كيتجاوز نصوص الدين كيبقى عليه عقوبة كتجاوز قدرها من 10 سنين حتى 20 سنة، لأن هذا كيبقى نص وقيمة المسلمين أو المسيحيين أو اليهوديين أو النصارى أو الشيعة أجمعين نصوص الاحترام الديانات. أول شيء. ثاني شيء هو تكون فيكم الغيرة على الله وعلى الرسول في الوصية ديال ربكم اللي كتقرأوه في كتابكم وتحمدوه وتشكروه عليه. هذه النقطة الثانية اللي أعطيتكم أنا. رابع شيء هو كما غادي تبغي وليداتكم يكونوا عندهم مستشفيات وعندهم أطر خاصة وعندهم أطر عامة وتكون عندهم متضحيات من جميع تشكيل الدولي أو الخاص أو المحلي، كيبقى عليكم في ربكم ودينكم كيبقى عليكم البديل في الاسم ديال الأحسن وليس الأسوأ. إذا لم تكونوا قارين على ربكم ودينكم بأمور الاستحياء والأخلاق من أجل تقديم بلدكم ووجهكم إلى الناس أجمعين بسمعة طيبة وليس سمعة سيئة باش يضحكوا عليكم ويسميكم
ايها الشعب العربيه والكلاب والنعاج والبغال وزيد وزيد. انا الاول سميتكم لان احنا ما درناش في الحياه باش تغني عليا او نغني عليك، باش تمورني او نمورك، باش انا كنشوف فيك انت كتفرج في السيكس في شي سيبير او في شي تليفون في شي جهه، او انت كتفرجي كذلك في شي تليفون او في شي سيبير في شي جهه، باش غادي تقدروا تصنعوا بانه هو الظلم باش تجيبوا الغيام في شي اتجاه غادي يظلموا نفسه بنات او دراري. كيبقى لك الاثباتات في هذه الامور هذه، كيبقى العقوبه السجنيه. ثاني شيء، كيبقى على المواطن او المواطنه المغربيه في جميع النصوص ان تمثل بلدها بكرامتها وعزها وحقوقها في دول الناس في السياحه في دول المهجر كما يمثلون في المغرب بالحقوق. هذا هو الاسلام المتكامل. وبعدها اللي تجاوز نصوص الصلاه او الحكم ديال الله سبحانه وتعالى وتأدى للواجب الحقوق المادي والفردي في امور العمل ديال الابداع في المغرب من اجل الصناعه وتطوير البلد بجميع الاستثمارات وليس بجميع الظلم على الفقراء او الخيانه من اجل استغلالهم داخل وطنهم. انا كنقول لكم بكل صراحه، القانون لا يرحم المغفلين في ظلمهم ولكن في حقهم يدعمهم. هذا هو القانون اللي كنعرفه. عاشر شيء، كيبقى الحق للمرأة والحق للرجل في عدم التطاول على الله وعلى الرجل، ولكن الاحترام كان أولى على جميع الجهات. أختي أخي أمي زوجتي في المستقبل وخانا عازب صديقي جميع الناس. انا كنعرف المراه العربيه القح هي اللي ما كتعاودش الراجل الاخر، ولكن فاش كتضر كتعاود الراجلها كتقدر تلقى معاه سر ديال اكتمال العشره ديالو. ولكن لا مشاو عاودوا الناس كيوليو سبب للانفكاك بعدم الرؤيه الكامله من تحليل الناس في النفس او في التوجيه او في الاحساس او في المشاعر او في الارسال او في الانفيتاسيون ديال المخ في الذاكره. لا تقولون بانه هو عبد الرزاق الاول ما قارش على هذه الاشياء هادو. انا عارف هاد الامور هادو كاع كاملين، ولكن هاد البلاد هادي ما بغاش تعطيني الشهاده لانهم يظنون انهم قارين اكثر مني، وانا كلشي كنعطي لهم معاكس وهم ما بغاوش يفهموا العكس ديالي شنو السبب. تحياتي لكم جميعا.